شكرا جزيلا لزميلي هشام محمد، وبالطبع سيادة العقيد أيمن الضبع كان معنا من الإدارة العامة للمرور، وأطلعنا على الحالة المرورية صباح اليوم. نذهب إلى السياسة. مصر بالطبع الآن هي يعني تعيش في دوامة المشهد السياسي الحالي. أكد بيان رئاسة الجمهورية أو بيان صادر عن رئاسة الجمهورية أنه في إطار الدعوة التي وجهها الدكتور محمد مرسي رئيس الجمهورية إلى الأحزاب والقوى الوطنية للحوار، فإن رئاسة الجمهورية تتقدم بدعوة كل القوى الوطنية بمختلف أطيافها لعقد جلسة حوار وطني لمناقشة ضمانات نزاهة وشفافية انتخابات مجلس النواب القادمة، والمقرر أن تبدأ في 22 من إبريل القادم. كل الأفكار والآراء مطروحة من مختلف القوى السياسية التي تكفل حيادية العملية الانتخابية. يتضمن كما سمعنا وتعرفنا جدول الأعمال مناقشة وبحث كل المقترحات المطروحة من القوى السياسية المشاركة وسبل متابعة مؤسسات المجتمع المدني المحلية والدولية للعملية الانتخابية. كذلك تعزيز مناخ الثقة المصاحب للعملية الانتخابية. وسيصدر عن هذا اللقاء تقرير مفصل يتم إرساله إلى اللجنة العليا للانتخابات. ستعقد هذه الجلسة في الساعة 5:30 مساء اليوم بمقر رئاسة الجمهورية بالاتحادية. من المتوقع أن يتم نقل فعاليات هذه الجلسة على الهواء مباشرة، وقد تم دعوة ما يقرب من 20 حزبا وشخصية سياسية ومن الأحزاب التي أعلنت المشاركة مشاهدين في الجلسة السنية. بالطبع حزب الحرية والعدالة، البناء والتنمية، الذراع السياسي للجماعة الإسلامية، النور، السلفي، الوطن السلفي، حزب الحضارة، حزب الوسط. بينما حسمت جبهة الإنقاذ التي تضم 11 حزبا سياسيا موقفها تقريبا بعدم المشاركة في الحوار، ولم يحدد بعد كل من حزبي مصر القوية وغد الثورة. الحقيقة أنا قبل أن أخرج على الهواء كنت قد قرأت تصريح لأحمد إمام من حزب مصر القوية أنه لم يحضر، لكن هيبعته على الأقل بعض مشاركات مكتوبة لرئاسة الجمهورية. على أي حال، حول الحوار الوطني والجلسة التي دعت إليها رئاسة الجمهورية لوضع ضمانات للانتخابات البرلمانية القادمة يدور هذا الموضوع. يسعدني أن يكون معي في الاستوديو الأستاذ عبد الحكيم البحيري، عضو اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة. أهلا بك معنا أستاذ عبد الحكيم. أهلا وسهلا سيما. للحقيقة كان يجب أن يكون معنا دكتور أيمن أبو العلا وهو القيادي بالحزب الديمقراطي الاجتماعي، لكنه لم يصل حتى هذه اللحظة. نحاول الاتصال به يعني على الأقل نطمن على صحته، ما وصلش ليه، لكن الحقيقة تليفونه مقفول. لكن هنحاول نتواصل مع أحد من جبهة الإنقاذ على الأقل عن طريق الهاتف. أستاذ الحكيم، هل ترى أن جلسة الحوار اليوم لها فائدة، خصوصا أن البعض يرى أن الحوار الوطني عموما مات إكلينيكيا كما يقولون بالإعلان عن الانتخابات، الموعد الانتخابات البرلمانية، دون أن يكون لقوى المعارضة رأي في المواعيد أو الضمانات؟ هو في الحقيقة تب احنا نسأل سؤال آخر معاكس بطريقة أخرى، وكيف يكون الحوار جادا وكيف لا يموت؟ هل الفكرة فكرة ايه؟ احنا المشكلة اللي عندنا بشكل واضح وصريح ان اخواننا في المعارضة يتعاملون بندية مع مؤسسة الرئاسة، بمعنى انهم على نفس المستوى. لا، في الحقيقة المسألة ليس كذلك. ليه؟ لان هناك فارق بين رئيس فاز بانتخابات حرة نزيهة وحاز ثقة الشعب، وبين قوى معارضة هي في صف المعارضة. هذا ببساطة ماذا يعني انه فاز بالانتخابات؟ يعني ان الشعب منحه الثقة وفوضه في تنفيذ رؤيته وبرنامجه في المسائل محل الخلاف بين القوى السياسية. فعندما تأتي المعارضة لتقول لا، نحن لا نريد للرئيس أن ينفذ رؤيته في هذه المسائل، بل نريد أن نكون نحن أصحاب الرؤية في هذا المدار، فما قيمة الانتخابات عندئذ؟ الانتخابات تعني أن الرئيس هو الذي ينفذ رؤيته وبرنامجه. ما فيش حد بيقول إن هو يعني بيتكلم عن شرعية الرئيس وكل هذه الأمور، ما فيش حد أساسا رفض العملية الانتخابية كعملية انتخابية، لكن بيقولوا يا جماعة عشان نروح لعملية انتخابية صحيحة في مناخ يحمل شيء من التوافق وشيء من الرضا لكل الأطراف السياسية، كنا لازم نقعد إحنا لنحدد مع بعض إمتى تتعمل الانتخابات البرلمانية،
ضمانات الدخول ليها. كان في حديث عن حكومة مستقلة، حكومة حيادية هي من تدير العملية الانتخابية عشان كلنا نبقى مطمئنين. ده كل ده ما حصلش وأعلن عنها، وبالتالي على الأقل جبهة الإنقاذ لغاية دلوقتي بتقول أنا مش رايحة حوار ليس يعني ليس له أي ضمانة حقيقية لأن ينفذ ما جاء فيه وفقا لتاريخ هذا الحوار، التاريخ المسبق لهذا الحوار. ليه الرئيس أو حزب الحرية والعدالة ما كانش من تجاهه عنده خطوة إلى الأمام تجاه المعارضة حتى تلتئم يلتئم شمل القوى السياسية في مصر يا أستاذ الحكيم؟ ومتى حضرت أصلا جبهة الإنقاذ في الحوارات؟ دعيت قبل ذلك، قبل أن يتم عقد أو تحديد موعد الانتخابات، فلماذا لم تحضر؟ ثم مسألة تحديد موعد الانتخابات هي مسألة مرتبطة بنص دستوري موجود أنه في غضون 60 يوم يتم البدء في تحديد مواعيد العملية الانتخابية، فأنت مسألة محددة بنص دستوري لا يجوز الخروج عليه. هذا ابتداء. النقطة الثانية اللي حضرتك ذكرتها وهي ما تتعلق بمسألة المواعيد، مسألة المواعيد أنا سأفترض أن لجبهة الإنقاذ رؤية أخرى مغيرة، ده أنا سأفترض، فلماذا لم تأتي إلى جلسات الحوار السابقة التي دعيت إليها ودعيت صراحة لكي تقول ذلك؟ فهي لم تحضر، فعليها هي أن تلوم نفسها، لأنها لو حضرت ثم عرضت رؤيتها ولا يعني ذلك العرض أنه لابد أن تنفذ. ما دي برضو مشكلة، إحدى جانب المشكلة لدى إخواننا في المعارضة أنه متخيل أن أنا لما أروح حوار أقول لك أن أنا عايز 1-2-3 يبقى لازم ينفذ 1-2-3. هذا الكلام سياسيا غير صحيح بالمرة يعني، وممارسة طبعا لا تجوز في مجتمع أو في دولة بتشرع يعني في بناء مؤسسات ديمقراطية. ما يتنفذ 1-2-3 بالضرورة، لكن على الأقل يبقى في مرونة، ممكن ينفذ 1-2 لأ ونتفق أن إحنا نأخر 3 أيا كانت المطالب. هم بيتكلموا في مطالب يراها البعض مطالب وجيهة جدا، حتى زي مسألة في مسألتين مثلا تشكيل حكومة مستقلة، حكومة حيادية تدير العملية الانتخابية. وما علاقة برضو السؤال هنا خائما ببساطة، وما علاقة الحكومة بالعملية الانتخابية؟ أولا لنتفق مبدئيا أن في نقطتين، الحكومة المسؤول عنها هو الرئيس وهو المسؤول عن أدائها سياسيا أمام الشعب. النقطة الثانية أن الحكومة لا علاقة لها بالانتخابات، ولكن هناك لجنة عليا مشرفة على الانتخابات، هذه اللجنة لجنة قضائية كاملة. وبالمناسبة عندما دي الإجراءات المناخ، ما خليني أقول لك يعني النهاردة مين قال أن وزير التنمية المحلية ملوش علاقة بالانتخابات؟ وهو المسؤول عن المحافظين، مسؤول عن الجهاز الإداري في المحافظات، ومن الممكن أن المحافظين بعضهم أو كلهم أيا كان ما يقال يعني أنهم من يدعموا الحرية والعدالة إزاي دي كتيرة جدا جدا، أنهم حتى يسهلوا لهم أنهم يحصلوا على خدمات ما يقدموها للمواطن، كما يقال اللي هو يعني زي مسألة الأنابيب والزيت والسكر والمجمعات الاستهلاكية اللي بتتعمل مجانا أو بأسعار مخفضة. حتى أحد الأحزاب أنا يعني النور مثلا تحديدا قال على الأقل يا جماعة غيروا لنا وزير التنمية المحلية، لأنه هو طبعا قيادي إخواني الدكتور بشر، غير وزير الإعلام صلاح عبد الأسود وجيبوهم. طيب يعني من جهات حيادية شخصيات مستقلة يعني. أنا يمكن أوافق على ذلك بس بشرط، هل ذلك يعد منهاجا دائما في كل حكوماتنا ورؤسائنا اللي جايين؟ بمعنى أن لو في سين من حزب آخر جه بقى رئيس تمام وهو عنده وزير من حزب معين في هذا وهذه الوزاره، وزاره التنميه المحليه، انا كل جوله انتخابيه اقول لهم لو سمحتوا شيلوا هذا الوزير علشان هو وزير تبع حزب كذا. هل هذا هو الاطار الذي يا حضرات نحن الان نريد؟ احنا في مرحله استثنائيه فيها عدم ثقه. استاذ العزيز نحن الان نتحدث عن ضمانات حقيقيه للعمليه الانتخابيه، نتحدث عن اشراف قضائي كامل على العمليه الانتخابيه، نتحدث عن رقابه دوليه ورقابه داخليه لمنظمات المجتمع المدني. هناك اكثر من 90,000 تم السماح لهم بمراقبه هذه الانتخابات. الرئاسه اعلنت تعالوا نتكلم عن كل الضمانات اللي انت عارف. ليه برضو ببساطه شديده؟ لانه لا يمكن لاحد ان يزور العمليه الانتخابيه، لا يمكن إطلاقها. ده النقطة الثانية. خلينا نتكلم في النقطة دي، لكن ستنضم أو انضمت إلي عبر الهاتف الآن دكتورة كريمة الحفناوي أمين الحزب الاشتراكي المصري والقيادية بجبهة الإنقاذ الوطني. صباح الخير دكتورة كريمة. أيوة صباح الخير. مش هتروحوا الحوار الوطني النهاردة ليه يا دكتورة كريمة؟ أنا سمعت أن جبهة الإنقاذ رافضة تماما، إيه السبب؟ دكتورة كريمة كنت بسأل حضرتك ليه مش هتروحوا الجلسة اللي جلسة حوار الوطني اللي دعا ليها رئيس الجمهورية لوضع ضمانات للعملية الانتخابية؟ يا أستاذي كفيانا يعني صباح الخير أولا. صباح النور. كفيانا ضحك على الشعب المصري وضحك على القوى السياسية وخداع.
يعني دائما ابدا يضعوننا امام الامر الواقع. لو كنت تريد حوارا لماذا لم تاخذ بجميع الاحزاب والقوى السياسيه التي قدمت قبل مناقشه قانون الانتخابات، قالوا قدموا ارائكم قبل ما الناس ارائهم، واخذ بهذه الكلام كله وضع في سله الزباله، لانهم عندما ذهبوا الى مجلس الشورى قال لهم رئيس مجلس الشورى لا يلزمنا هذه القرارات، هذا هو ما طبخناه وما عملناه في هذا القانون، ووجد القانون للمحكمه الدستوريه، وطبعا المحكمه الدستوريه الحمد لله نص كلامنا اتقال يعني ان ده غير دستوري. المهم بعد ذلك حينما رجع القانون لماذا أيضا لم تشاورون الناس؟ لماذا طبقتوه في 48 ساعة ومضى رئيس الجمهورية ودعا إلى الانتخابات؟ سياسة الأمر الواقع تنفع في فلسطين بين الغاصب والمحتل وبين الشعب حينما يبنوا المستوطنات ويهدموا القدس ويهدموا المدن ويضربوا ويقتلوا ثم يقولون تعالوا لتتفاوضوا معا. طيب ما هي يا دكتوره دكتوره كريمه للحقيقه لو بتسمعيني حضرتك ارجو لحضرتك تسمعيني علشان بس يبقى في نقاش. مش عايزين كلام دكتوره كريمه. سياسه صهاينه ما يعامل بها الشعب المصري وما يعامل بها القوى السياسيه. اي ضمانات بعد ان وضعت القانون؟ لماذا لم تاخذ هذه الضمانات التي قلناها منذ فتره؟ اي ضمانات وانت القانون لا يلزم بكأس من تمويل، لا يلزم عشان طبعا التمويل. يا دكتوره كريمه لو حضرتك ارجو ان انت تسمعيني ما تذهبوا وضعوا الضمانات اللي انتم شايفينها تخرج عمليه انتخابيه نزيهه وشفافه. يا دكتوره كريمه روحوا وقولوا ان احنا عايزين واحد واثنين وثلاثه واربعه. والملايين بتسمعنا ايه؟ من يملك اصدار القرار هو رئيس الجمهوريه، من يملك التشريع هو مجلس الشورى. خلينا ما نضحكش على الناس، يعني عمالين يعني احنا بنقول هم لا يسمعون. من الذي يملك سلطه القرار؟ اذا كنت فعلا تريد فاحنا لا نريد هذا الحوار، عليك ان تصدر، انت من تملك سلطه القرار وليس نحن. نحن لا نجيء لكي نتحاور بشكل شكلي ثم انت تقول في الاخر انا من املك سلطه اصدار القرار، والاغلبيه في مجلس الشورى هي التي تملك سلطه اصدار القرار، اليس كذلك؟ بس يا دكتوره كريمه انتوا ما رحتوش حوارات قبل كده علشان نقول اللي انتوا رحتوا ولم تثبت جديه رئاسه الجمهوريه، الحقيقه انتوا دايما مقاطعين على طول خط الحوار. رحنا كثيرا واهانوا من راحوا لهم. حينما يجلس رئيس الجمهورية ليستمع إلى القوى الوطنية والسياسية ثم لا يعمل شيئا، معناها قولوا ما تريدونه، هوهوا يا جماعة واحنا مالناش دعوة، بس احنا خدنا صورة حلوة وشربنا مع بعض الشاي وقلنا لكل العالم اهو الناس جت وتحاورنا. هذه السياسة زي ما بقول لك يعني خلاص بقى النت في النتها، يعني أي حوار بعد أن يكون هناك أمر واقع. هل تعلم أن رئيس الجمهورية أصدر قرارا بالانتخابات في الوقت اللي ما كانش فيه مضى هذا القانون غير بالأمس؟ هل تعلم أن هذا مخالف؟ علينا بقى ان احنا مين قال كده يا دكتوره؟ لان الرجل ملتزم بموعد نظمه الدستور يا دكتوره. طيب لماذا يخاف رئيس الجمهوريه من حكومه محايده علشان تتم الانتخابات تحتها؟ لا المؤسسات مؤسساتهم ولا انهم القوانين قوانينهم والدوائر دوائرهم. يا دكتورة كريمة في نقطة مهمة لو سمحتي أرجوك اللي أنت تسمعيني. يا دكتورة كريمة هذه هي سياسة الأمر الواقع، سنستمر في صفوف المعارضة كي نطالب بكل ما يطالب به الشعب المصري الغاضب في الشارع والذي يطالب بالعدل والعدالة. طيب ممكن تخليكي معايا دكتورة كريمة؟ أنا معايا الأستاذ عبد الحكيم البحيري وهو من اللجنة الإعلامية لحزب الحرية والعدالة، كان ليه تعليق على كلامك علشان حضرتك تردي بعد كده. اتفضل يا أستاذ عبد الحكيم. السلام عليكم دكتورة كريمة. سلام ورحمة الله. ازاي حضرتك عامل ايه؟ الحمد لله. هو بس يا دكتورة كريمة دعينا نتكلم بشكل واضح وصريح. حضراتكم اولا نحن رفقاء ميدان وطبعا حضرتك فاكره. طيب ففي الحقيقه استاذ عبد الحكيم وكنا رفقاء ميدان لحد ما انتوا سبتوا الثوره علشان مصلحه خاصه واحنا بنعمل لمصلحه وطن. ما طيب. علينا اتفضل. استرسل. طيب ايه راي حضرتك لو انا قلت دلوقتي ان احنا اللي بنعمل مصلحه الوطن وانتوا العكس، تقبليها؟ نعمل ايه؟ لو انا قلت دلوقتي ان احنا اللي بنعمل لمصلحه الوطن وانتوا العكس، هتقبليها مني؟
بالتأكيد أدلها منك، لأن أنت لا تعمل لمصلحة وطن، أنت تعمل لمصلحة جماعة الإخوان. طب ليه؟ طب أنا دكتورة كريمة، دكتورة كريمة، طيب يا استاذ حضراتكم، استاذ عبد الحكيم اسمح لي يا استاذ عبد الحكيم، هي الدكتوره كريمه بتتكلم عن مساله الحوارات الشكليه، هي مش عايزين اصدر قرارا واحدا يا دكتوره كريمه. طب ممكن تسمعيني شويه حضرتك؟ انا بسال سؤال، هل معنى ان رئيس الجمهوريه يجلس مع البعض ويستمع اليهم انه ملزم بتنفيذ ما استمع به منهم؟ هل هو ملزم بذلك ام انه في النهايه ما انا بسال حضرتك يعني اذا كان الحوار هو انه مفروض علي انفذ اللي حضراتكم عايزينه، هل هذا حوار؟ رئيس مجلس الشورى احنا الاغلبيه. طب يا جماعه مغمدين نفسكم ليه؟ انتوا الاغلبيه احكموا البلد، حكمتوها بالعدل وحققتوا مطالب الشعب على رؤوسنا من فوق. ما انتوا مش عايزين تسيبونا نحكم بالعدل اهو، وعمالين على دماغنا طوال يا دكتوره كريمه. احنا الاغلبيه ثم تقولون احنا عايزين مشاركه، ثم تقولون احنا مش ملزمين نسمع الكلام. طب يا جماعه لا مش مساله الزام يا دكتور، في فرق ما بين احنا نقعد نسمع وما بين ان احنا ملزمين احنا ننفذ. طيب دكتوره كريمه، ان يعني في البدايه انتوا رافضين الحوار جمله وتفصيلا ومش هتروحوا النهارده لجلسه الحوار مع رئاسه الجمهوريه، ده معناه ان انتوا اقرب لمساله مقاطعه العمليه الانتخابيه برمتها يا دكتوره؟ دكتوره سامعاني؟ انا طبعا مش سامعه حاجه. انا بسال حضرتك مره ثانيه يا دكتوره كريمه عن ان انتوا خلاص خدتوا قرار من ان انتوا لن تذهبوا الى جلسه الحوار اليوم مع رئاسه الجمهوريه، ده معناه ان انتوا اقرب لمقاطعه العمليه الانتخابيه برمتها، مش هتشاركوا الانتخابات كجبهه انقاذ؟ ما انا هقول لحضرتك، معلش انا ما سمعتش كل اللي فات لسه، سمع ان كان السؤال حوالين ده. انا رايي ان لا حوار ولا انتخابات، انتخابات في كل هذه الانتهاكات والقمع والقتل والفصل والتشريد وعدم يعني استجابه لمطالب الشعب الغاضب تحت زعم ان هذا ليس شعبا وانهم بلطجيه وانهم دي ما دول الاقليه. خلاص ما دام بقى الاقليه دي والشعب ده بلطجي، نحن في وسط الشارع مع الناس. المقاطعه ستعلن اليوم من جبهه الانقاذ، سيلتزم هذا القرار، سيكون قرارا جماعيا، وهناك عند جهه الانقاذ ميثاق شرف ان القرار الجماعي او الاغلبيه بتلتزم به اي قوه موجوده داخل الجبهه، هيبقى قرار موحد وقرار جماعي بالمقاطعه، لانه كفانا بقى يعني ان احنا نصبغ الشرعيه على هذا النظام الذي لا يعمل لصالح الشعب. وعشان نبقى متفقين مع نفسنا، لانه مش معقول تبقى عارف ان هذا الدستور دستور لفصيل واحد ثم تدخل على اساس هذا الدستور بالرغم مما يقولون انه طيب. هناك اغلبيه من الشعب. دكتوره كريمه، انت جزء من جبهه الانقاذ الوطني وقربك من قيادات واطياف الانقاذ الوطني والاحزاب المشتركه فيه، انت شايفه ان هم اقرب لايه؟ يعني احنا مثلا عارفين ان الدكتور البرادعي بشكل واضح وصريح اعلن وجهه نظره، والدستور حزب الدستور ايضا اعلن وجهه نظره بان هو مش هيشارك، انت شايفه ايه؟ ان جبهه الانقاذ اقرب للمقاطعه منها للمشاركه؟ بالامس كان هناك اجتماع اللجنه التنفيذيه الذي حضرته انا لجبهه الانقاذ، كان ممثلا لمعظم الاحزاب، جبهه القوى الاشتراكيه اللي هي التحالف الديمقراطي الثوري، جميع الاحزاب الاشتراكيه، التجمع الشيوعي، الاشتراك المصري، التحالف الشعبي، الاشتراكيين، كل دول مقاطعه، الدستور مقاطعه. بالنسبه للاحرار المصريين كان المقاطعه، بالنسبه للوفد في الهيئه العليا وقالوا انهم كان هناك بيان للوفد وبيان للمصر الديمقراطي انه لسه ما حسمش ولكنه سيلتزم براي جبهه الانقاذ، يعني حتى اللي لم يحسم قال بوضوح في بيانات امس انهم سيلتزمون بقرار جبهه الانقاذ. لكن اسمحي لي يا دكتوره، السيد عمرو موسى هو القيادي في جبهه الانقاذ وحزب المؤتمر المصري قال ان هناك انقسام شديد داخل جبهه الانقاذ حول المشاركه او عدم المشاركه، ايه رايك في الكلام ده؟ انا رايي في الكلام ده ان لو جبهه الانقاذ تمثل 38 تقريبا او 36 حزب واتحادات زي اتحادات العمال والفلاحين والنقابات واتحادات النساء والشباب وكل ده، يعني اذا كانت بتمثل 38، نحن نحترم راي الجميع ولكل وجهه نظره التي بالتاكيد لها سلبياتها وايجابياتها. اذا كان واحد او اثنين انا هفترض من جبهه الانقاذ لا يلتزم بالالتزام الجماعي، احنا قلنا القرار اللي هو هيتخذه الاغلبيه يلتزم به الجميع،
ده اللي هو جد يعبر عن جدة الإنقاذ. أما إذا كان يعني أنا هفترض إن حد لم يلتزم فأكيد هيبقى خارج الجبهة وهتبقى الجبهة برضو قرارها واحد. لا يسمى انشقاقا إذا واحد أو اثنين خرج من حقه إنه يخرج ويقدم نفسه مستقلا أو باسمه إلى الانتخابات. سؤال أخير عشان أختم مع حضرتك، طيب بعد ما هتقطعوا هتعملوا إيه؟ المقاطعة كنا بنناقشها بالأمس وهي المقاطعة الإيجابية، بمعنى إذا كان في مقاطعة لازم يبقى في بديل. ما هو ده معروف السؤال، طب انتوا هتقطعوا ليه؟ سيبنا بقى من كلامك لهم قله، ماشي هم قله هم مش مؤثرين رغم انهم الحقيقه راعبين مكتب الارشاد يعني وعمال يعني لا. كل يوم يقول تعالوا اتحاوروا معانا. يا دكتوره هتعملوا ايه بعد المقاطعه؟ قله وكفره كل اللي بيتقال علينا ومش هياخدوا مقاعد يعني. طب انا مش فاهمه امال عايزين تقعدوا معانا ليه؟ دكتوره انا بسالك هتعملوا ايه بعد المقاطعه لو سمحتي؟ بعد المقاطعه هتعملوا ايه؟ ايه اجراءاتكم؟ بالنسبه للمقاطعه الايجابيه سننزل، وانا نازله اليوم محافظه الايوبيه، سننزل الى الشارع المصري نبني قواعد جبهه الانقاذ للمرحله الانتقاليه القادمه، نتبنى برنامج عداله اجتماعيه وبرنامج مطالب الشعب المصري، نتبنى كل الاساليب السلميه من اجل تحقيق اهداف الثوره من اجل المقاطعه، فيوم الانتخابات يبقى يوم مقاطعه في الشارع. شكرا جزيلا الدكتوره كريمه الحفناوي عضو جبهه الانقاذ الوطني، كنت معنا عبر الهاتف. اذكركم مشاهدينا ان سيكون هناك مؤتمر صحفي اليوم لجبهه الانقاذ للاعلان عن الموقف النهائي الخاص بمساله الانتخابات او المشاركه في الانتخابات البرلمانيه من عدمها. الدكتوره كريمه الحفناوي تقول ان معظم اطياف جبهه الانقاذ هي اقرب لمقاطعه الانتخابات منها للمشاركه، وبعد ذلك ستكون هناك خطوات على الارض على حد قولها لبناء قواعد في الشارع المصري للتعامل مع المرحلة الانتقالية. يعني من الواضح أنهم وكأنهم يقولون أننا يعني سنكون بصدد موجة ثورية أخرى. تعليقك يا أستاذ الحكيم؟ والله تعليقي ببساطة شديدة هو أن أخواننا في المعارضة ماشيين في الطريق المسدود بالنسبة لهم. ليه؟ أنت ببساطة مطالبك أنك أنت عايز تعمل مشاركة جادة في صنع القرار، عايز تغير الحكومة، عايز تعدل الدستور وفق رؤيتك، كل ده كلام ما فيش مشكلة. أنت الآن أمامك مجال مفتوح في انتخابات حرة نزيهة، ترجم البرامج بتاعتك والأهداف بتاعتك إلى أصوات في صناديق الانتخابات، خد أغلبية، هيبقى هنا سوف تتمكن من تشكيل الحكومة والمشاركة في صنع القرار بقوة شديدة، لأن طبعا الآن النظام المصري ليس نظام رئاسي وليس نظام برلماني، هو نظام براسين رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء. كما أن الأغلبية سوف تمكنه من وضع التعديلات التي يريدها على الدستور وعرضها على الشعب. هذه الآلية الوحيدة التي تحترم والتي سوف تكون يعني محل تقدير من الكل، أنها ستكون من الشعب. أما أي طريقة أخرى، نحن نسأل ببساطة، إذا كنتم ترددون مرارا وتكرارا لقد تراجعت شعبية الإسلاميين، لقد تراجعت شعبية الرئيس، الشعب يرفض الرئيس والشعب يريد إسقاطه، إذن الشعب معكم، إذن فلماذا لا تذهبون إلى الانتخابات؟ في الحقيقة نحن أمام كلام بيتقال وبيتردد لكن الترجمة له على أرض الواقع معكوسة تماما. فأنا أطالب الآن جبهة الإنقاذ، أنتم تريدون أن تقاطعوا ما فيش مشكلة قاطع، لكن في النهاية ليس من حقك أنك أنت تقول أن أنا أعترض على هذا. طيب هيجي يقول لي لا ما أنت هتزور الانتخابات، أقول له يا سيدي ده لصالحك، على الأقل لما تيجي الانتخابات تتزور وتطلع تقول أن أنا هطلع بموجة ثورية هتلاقي الشعب هيطلع معاك. أنت كلامك كلام منطقي ومبني على واقع، وكلنا نعلم أن التزوير الفج الذي حدث بانتخابات 2010 كان السبب الرئيس في ثورة 25 يناير، فأنت ليه تضيع فرصة من دي؟ وساعتها إيه اللي جرى؟ اللي جرى إن القوى السياسية قطعت انتخابات 2010 والإخوان قالوا لا سوف ندخل. ليه؟ قالوا لكي نكشف عملية التزوير، ثم تم الانسحاب. انسحبته في الجولة الثانية. وانسحبه في الجولة الثانية بعد التزوير، طبعا كان فج أمام العالمين أمام الكل جميعا والكل خلاص. هي ليست المقاطعة دائما يا أستاذ عبد الحكيم تكون سلبية، بل على العكس في بعض الأحيان تكون هي المقاطعة الإيجابية، هي حل لأن من وجهة نظرهم للكشف، كشف عورات النظام، يعني رفع الشرعية عن الانتخابات وعن العملية السياسية. لما نقول لحضرتك على حاجة لا بسيب حضرتك مسألة الشرعية، الشرعية منحها الشعب. لما يخرج الشعب الانتخابات فما يجيش حد يقول لا ده الانتخابات دي غير شرعية. تلك حاجة واحدة بس، لكن انك انت تدخل الانتخابات والانتخابات دي تأتي نزيهة. لما انت تدخل وما تجيش نزيهة وتثبت بالفعل انها مزورة، انا واحد من الناس هطلع معك في ثورة وبقولها على الهواء. لكن لما يجي حد يقول لك لا اصل نحن هذه الانتخابات مزوره من القلق، دعنا بقى نتكلم بمنطقيه شديده، اخواننا في جبهه الانقاذ يفتقدون الى الكوادر السياسيه المؤهله لخوض العمليه الانتخابيه،
ومن ثم هم يريدون أن يتسطروا بالمقاطعة بدلا من أن تحيق بهم هزيمة رهيبة جدا في الانتخابات البرلمانية. أنا ولا بكل وضوح بتضم كثير من القيادات اللي هي ليها في العمل السياسي، حمدين صباحي وغيره وغيره وغيره، ودي ناس اشتغلت سياسة من أكثر من 30 سنة، وبالتالي ليهم قواعد يعني، وبالتالي هم أنا لم أقل أنه ليس لهم قواعد، أنا أتحدث عن كوادر مؤهلة لإقناع الجماهير أنهم يبقوا نواب عن الشعب. صدقني وأنا بقولها لك بكل وضوح، أنا بقولها لك، السيد حمدين صباح عندما صعد وأخذ هذه الأصوات هو راجل رمزي يقدر يطلع في برامج تلفزيوني يتكلم وله تاريخ، لكن كم حمدين صباحي موجود في الدوائر؟ كم؟ وأنا بقولها لهم، السيد حمدين صباح عندما كان في محافظة كفر الشيخ علشان يعملوا انتخابات داخلية للحزب البلطيم لم يكتمل النصاب القانوني وفشل هذه الانتخابات، وأنا بقولها هو يعلم ذلك. يا سيدي هذه مشكلتهم، الراجل واخد 5 مليون صوت في الانتخابات. أنا بص حضرتك تاني حضرتك، موسى واخد ما اكتر من 2 مليون صوت تاني اين ذهبت هذه الاصوات في الاستفتاء؟ ما المساله تغيرت المعارضه، وعلى فكره في البرلمان القادم يمكن ان تتغير. انا في تصوري ان المعارضه لو كانت جاده ودخلت بثقلها في العمليه الانتخابيه وترجمت هذه خصوصا ان بقى لها قاعده الان تتناول ما بين 30 الى 35% احتمال حضرتك الى 40% يمكن ان تصل الى ذلك، لو ترجمت ذلك ودخلت وتخلت عن أعمال العنف وأعمال الخرطوش والملوتوف ورفعت الغطاء السياسي عن يعني هذه الأعمال، ده خطير وإحنا معناش الطرف الآخر. هو مفيش حد قال إن جبهة الإنقاذ بتمارس عنف على الأرض. ما بص حضرتك هي ما بتقولش لكن بتنفذ، وأنا بقولها لك بكل شكل واضح، جميع الناس اللي بتتم واللي بتروح كلهم أعضاء فين يعني؟ وأعلنت قبل ذلك، بص حضرتك لما أجي أعلن دلوقتي الإخوان المسلمين أعلن عن مظاهرة في مكان معين ثم تنتهي هذه المظاهره بعمل فوضى، من المسؤول؟ المسؤول هو الداعي الى هذه المظاهره، ده معروف كلام سياسي في كل دول العالم. طيب اعود لي يعني الجماعه الاسلاميه عندما اعلنت عن جمعه اللي هي لا للعنف خرجت وكانت مسؤوله عنها، خرجت مليونيه سلميه حضاريه عبرت عن رؤيتها، لماذا لا تكون الاطراف الاخرى بمثل هذا المستوى؟ اعود اليك مره اخرى مشاهدينا، منذ قليل كنا قد اذعنا على حضراتكم الخبر الخاص بسقوط بالون سياحي غرب محافظه الاقصر وبه ما يقرب من 21 من سائحين من جنسيات مختلفه، وكاله الانباء الفرنسيه تقول ان القتلى عدد القتلى وصل الى 19 قتيلا، عدد القتلى حتى هذه اللحظه وفقا لروايه وكاله الأنباء الفرنسية وصل إلى 19 قتيلا من إجمالي 21 سائح من جنسيات مختلفة. بالطبع سنوفيكم بالأخبار فيما يخص هذا الحادث أولا بأول. كالحقيقة أستاذ عبد الحكيم، بالطبع جزء من العملية الديمقراطية هي مسألة الانتخابات والصندوق، لكن العملية الديمقراطية برمتها تحتاج إلى مناخ جيد. كنتم تستطيعون إيجاد هذا المناخ من خلال حوار حقيقي؟ أنا هنا على الأقل لكن أقصد الحرية والعدالة، كنتم تستطيعون أن تقودوا حوار حقيقي تصلوا به إلى نتائج ملموسة؟ وده اللي أنتم ابتديتوا كنتم تعملوه في الآخر من خلال لقاء الدكتور الكتتني رئيس الحزب مع الدكتور البردعي والسيد البدوي، يعني لماذا لم تسيروا في هذا المسار حتى نهايته؟ ببساطة لأن الأسس اللي بينبني عليها فلسفة كل واحد للحوار مختلفة. بمعنى الحوار يعني إيه؟ الحوار ببساطة شديدة أنت تتكلم عن مؤسسة رئاسة هي في النهاية صاحبة القرار، ولا يمكن أن تتخذ قرار غير مقتنعة به. نتفق على دي، هل ترى أن في رئيس في الجمهورية يتخذ قرار غير مقتنع به؟ نتفق على دي الأول. لا ينفع رئاسة الجمهورية؟ ينفع رئاسة الجمهورية قالت ينفع لو في توافق يعني الرئيس في حوار وكده قالت 100% قال ينفع أنا مع أي نتائج حوار لو أنتوا توافقتوا 100% وده طبعا مستحيل. ما بص ما فيش حاجة اسمها توافق 100%، لكن أنا بسأل دلوقتي، أليس من حق مؤسسة الرئاسة أن يكون لها رأي زي أخوانا دول؟ لها ولا ملهاش؟ طيب إذا كان لها رأي مخالف رأي أخوانا دول، هل يتخلى عن رأيه من أجل تنفيذ رأي المعارضة؟ طب ليه احنا بنعمل انتخابات أصلا؟ ده الانتخابات ببساطة الشعب قال له انت في المسائل الخلافية رأيك انت هو اللي يمشي وانت صاحب القرار، لان في النهاية مش هنسأل حد ومش هنحاسب حد غيرك انت. فاخواننا في المعارضة يا للأسف مش عايزين يدركوا هذا البعد. ليس معنى ان احنا نذهب الى الحوار ان بقولك تعالى لابد من إقالة النائب العام يبقى لازم تشيل النائب العام، لابد انك انت تشيل الحكومه يبقى لازم تشيل الحكومه، لما انا ابقى في المعارضه أيوة انفذ اللي انا عايزه. طب انا بعمل انتخابات ليه؟ بس انتوا ما نفذتولهمش اي حاجه يا استاذ، لان احنا مختلفين. ما حصلش سيدي العزيز، سيدي يعني العزيز ولا الحكومه اتشالت ولا اتغيرت، ما انا جاي لحضرتك ليه؟ احنا مختلفين في الرؤيه. ما انا جاي لحضرتك ليه؟ طب اقول لحضرتك ليه؟ لا كان في حاجات ثانيه. رقم واحد ان يبقى في عندك لجنه لتعديل الدستور. ما حصلش. لا يا سيدي استنى، ما حصلش دلوقتي سيدي العزيز دي محل اتفاق، ما فيش مشكله. لا تعالى وانا اتفق ان في لجنه لتعديل الدستور وتعرض، والرئيس نفسه اعلنها في 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 خطابات سابقه. ما حصلش على ارض الواقع ان في لجنه خرجت، لكن مفيش اعتراض. تاني حضرتك تاني مفيش اعتراض، ما انت حضرتك لما يجي الطرف يقول لي طب انا معترض على كيت وكيت 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 مفيش مشكله، هو ما جالكش،
لكن انت مبدئيا بتقول انا ما عنديش اعتراض. الامر الاخر ان تكون هناك لتقص الحقائق في كل الاعمال التي جرت والدماء التي سالت، وهذه ايضا ليس لا يوجد بها ادنى مشكله على الاطلاق. فاحنا بنتكلم عن طيب. هناك اليات عايز دوار النهارده ليه؟ هو النهارده الحوار لي طالما ان خلاص الرئاسه هي حسمت امر الانتخابات، طالما ان الرئاسه قالت ووضحت ان الحكومه دي مش هتتغير، النائب العام احنا ملناش صله، ده نص دستوري صله بيه. طب ما هو الحوار النهارده ليه؟ طب هو بص حضرتك، ما هي دي تاني المره المليون، ما هو حضرتك لما تيجي تتحدث عن حاجه تريد ان تنزع صلاحيه من الرئيس، ده ما ينفعش. بس ما فيش حد بينزع. طب لما اجي اقول لا، لكن النهارده الحوار ليه؟ طب انا بسال حضرتك بس ببساطه، هل ينفع ان رئيس الجمهوريه بيقول انا شايف ان اقاله الحكومه الان ده في مضر على الاقتصاد المصري امام العالم كله، اجي اقول له لا انت لازم تشيلها؟ وجهه طيب النظر الاخرى انا بس بسال حضرتك انا بسال ببساطه شديده، ايه الحل؟ يوم من الايام حكومه الجنزوري ان هي تمشي قبل الانتخابات بفتره قصيره جدا، والتزمنا. لا اسمعني، والتزمنا، كان ليكم وجهه نظر ساعتها، ومفيش حد قال ان ده يؤثر على الحاله الاقتصاديه ومصر وراضينا بالتالي. يعني يا ريت تعملوا معانا زي ما عملنا احنا كده. ليه؟ نحن كنا بنتكلم بقوه على اقاله حكومه الجنزوري، المجلس العسكري القائم مقام رئيس الجمهوريه اللي قال لا مش هشيلها، احنا عملنا ايه؟ قلنا له قوي قوي مفيش مشكله، وكملنا ودخلنا العمليه الانتخابيه. حصل ولا ما حصلش؟ ما يعملوا معنا زي كده. طب انتوا ايه مساله الليل عند؟ يعني ما انتوا ليه ما بتسيروا نفس مسيره المجلس العسكري؟ طب ما تيجي نقول حضرتك العكس، طب ليه العند من الطرف الاخر انه مصر على مطلب الرئاسه مش مقتنعه بيه؟ والرئيس المنتخب من الشعب والمفوض من الشعب مش مقتنع بيه؟ ما تاخدها من الناحيه الثانيه بهذا السؤال. طيب الامر الاخر ما يتعلق بالسيد النائب العام، مساله واضحه، النص الدستوري هو الذي يحسم في هذه المساله. مشكله اخواننا في المعارضه انهم يريدون ان يتجاوزوا حدود صلاحيات رئيس الجمهوريه ويجبروه على اشياء هو غير مقتنع بها، وهذا مخالف للكل واهدار لكل قيم الديمقراطيه. ولا ليه بقى هات في انتخابات؟ ما هو ما فيش كده، ما لهاش لازمه طالما انا هبقى في المعارضه وانفذ اللي انا عايزه. طب ايه الانتخابات ليه؟ بلاها انتخابات. فحضرتك لا، لازم نفهم يا حضرات ان معنى انتخابات ديمقراطيه انه في المسائل الخلافيه الشعب يرجح راي الحزب المنتخب او رئيس المنتخب ايا كان. لازم نفهم ان هي دي الانتخابات، ودي اصول الديمقراطيه في كل دول العالم. غير كده شكرا، يبقى اهدار لكل الانتخابات وقيم الديمقراطيه واراده الشعب. شكرا جزيلا استاذ عبد الحكيم البحيري، عضو اللجنه الاعلاميه لحزب الحريه والعداله. اشكرك شكرا جزيلا. ما زلنا مستمرون معكم مشاهدينا في خدمتنا الاخباريه لهذا الصباح، فاصل قصير وسنواصل هذه الخدمه الاخباريه، ابقوا معنا. أهلا بكم من جديد مشاهدينا، أذكركم بالخبر العاجل الخاص بسقوط بالون سياحي غرب محافظة الأقصر. الأرقام للحقيقة، أرقام القتلى حتى هذه اللحظة متباينة بين مصدر إخباري وآخر. مثلا وكالة الأنباء الفرنسية تقول أن القتلى وصلوا إلى 19 قتيلا، في حين أن رويترز تقول أنهم وصلوا إلى 16 قتيلا. مراسلنا في الأقصر يتحدث عن 13 قتيلا. كان في هذا البالون السياحي ما يقرب من 21 سائح من جنسيات مختلفة. بالطبع سنوفيكم بالجديد في هذا الحادث المأساوي أولا بأول حتى نصل إلى الرقم الصحيح لعدد القتلى والمصابين. مستمرون معكم، فاصل قصير وستكون معكم زميلتي دينا موسى وعرض الأهم وآخر الأخبار على رأس الساعة، وبعد ذلك سأواصل معكم أنا الساعة الأخرى من الخدمة الإخبارية الصباحية. ابقوا معنا.